السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، لبس عليكم، كي داير اموركم؟ نتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، ونهاركم مبارك سعيد. اذا ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك وديروا لايك لا فيديو وترحبوا بيا معكم. اذا اليوم كيف ما كتشوفوا انا حاليا كاينه في القسم، اذا جيت نوريكم طريقه تنظيم نقاط او ما يسمى بالفروض او امتحانات او نقاط المراقبه المستمره. بمعنى ساشرح اكثر. كيف ما كتشوفوا في هذا الفيديو انا غنعطي الطريقه اللي كنستعمل انا شخصيا، وكل واحد كيبقى عنده الاختيار في اختيار نوعيه الملف، في اختيار الالوان. اذا انا نعطيكم الفكره اللي كنستعمل وكل واحد عنده الاختيار. اذا كيف ما كتشوفوا عندنا جوج انواع ديال الملفات. انا خديت غير الملف كارطوني، كنستعملوا ملفات بلاستيكيه. اذا كيف ما كتشوفوا انا خديت جوج الوان، الوردي وكيف ما كتشوفوا الازرق. اذا اللون الازرق استعملته الذكور، واللون الوردي مستعمله الاناث. كيف ما كتشوفوا بحال هنا رحاب، الملف الاخر ساره، والملف الازرق هناك سعد محمد. اذا كيف ما كتشوفوا هاد الملفات نقرب لكم. حاول انني صوبت هاد الورقه في البيسي وصوبتها وطبعتها. اشنو كيكون فيها لحد الورقه هنايا اللي فيها كتاب، قلم، سجل النقاط، الاسم والنسب، المدرسه اللي انت كتخدمي بها، والمستوى والسنه الدراسيه. اذا هذا الملف يعني كيعجب التلاميذ وكيحببهم في انهم خصهم يقراو مزيان باش يجيبوا نقطه زوينه، باش يقدروا انهم داك النقاط ديالهم يوضعوهم داخل ذلك الملف. وشي حاجه اللي كتبقى تنظيميه بالنسبه لنا الاساتذه في اطار الا كان عندك تفتيش ولا ترقيه بالرتبه او لا ترقيه في السلم، يعني تيكون يعني الاستاذ منظم الوثائق ديالو بشكل اللي هو جميل وجيد واللي كيسهل عليه طريقه العمل. اذا صافي يعني نفس الورقه تقريبا كنستعملوها في نفس الورقه كنستعملوها في الملفات بجوج، لا الملف الازرق او لا الملف الوردي. كنلصقوهم ونحل لكم شي ملف. اذا مثلا انا شفت لكم هذا الملف شنو فيه. مثلا انا حاولت انني هذا الاسبوع ديال تقويم الدعم عندي هذا العام الثلاثاء 29 اكتوبر 2019، اذا حاولت انني ندير فيه كاع الانشطه القرائيه اللي استعملتها باش دعمت التلاميذ. كيف ما كتشوفوا هنايا الصوت او الحرف الباء، الحرف الراء، انشطة ديال الميم، وعندنا الاخراني هو ديال الدال. كيف ما كتشوفوا التلميذ ممكن انه يشوف الصورة ويتعرف على الكلمة اللي مضمنة داك الصوت. كذلك هنا يعبر عن الصورة، نفس الشيء يصل بخط، هنا يرتب الكلمات ليكون جملة، وهنا يضع تحت كل صورة اسم مناسب اللي هو متضمن الحرف المدروس، وهنا ترتيب حروف تكوين الكلمات، وفي الأخير كتابة كلمات اللي تتضمن الحرف. إذا أنا ركزت على هاد الورقة باش هاد لا فيديو لا شافوه شي أمهات ولا اباء يعرفوا الطريقه اللي كيخدم فيها الاستاذ في المستوى الاول، باش التلميذ يشد داك الحرف، ماشي غير يعرف الحرف فقط، خصو يعرف الحرف، خصو يتعلم انه يجزئه، خصو يتعلم انه يعرف انه كاين في كلمات اللي هي عباره عن اسماء حيوانات، خضار، فواكه، اسماء اشياء، يعني جميع هذه الاشياء خص الاب يكون عنده درايه بها. وهنا كيف ما كتشوفوا الامتحانات اللي درت اليوم في التقويم التشخيصي، وفات اليوم الامتحانات ديال الدورة الأولى اللي بالضبط ديال الوحدة الأولى أو المرحلة الأولى، غنوزعهم عليهم. واللي بغى يعرف نماذج أو لا طريقة أو لا كيفاش حطيتهم يخلي ليا تعليق. وما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك
وديروا جيم لا فيديو وبارطاج مع لي زامي ديالكم في لي سوشيال ميديا. اذا السلام عليكم. واحد هنا سال لا فيديو ديالي اللي هو كان كيفيه تصنديم ما يسمى بنقاط المراقبه او سجل النقاط كيف ما انا مسميها. يلا نخليكم ومره اخرى كنقول لكم في امان الله.